برحب بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم. لا يخفى ابدا عن اي متابع بيشوفنا، اي حد بيتابع الشان الزراعي بيشوف هذه القناه او له باع في هذا المجال، لا يخفى عليه ابدا ان الزراعه المصريه بتواجه تحديات وتحديات كبيره جدا، في منها متعلق بهيكله منظومه الزراعه وفي منها ما هو خارج عن هذه المنظومه، يعني حاجات خارجه عن الاراده، ولكن في الاول وفي الاخر هي تحديات وهي عقبات. ازاي نقدر احنا طموحاتنا طبعا في مجال الزراعه ملهاش حصر ملهاش سقف، ازاي ان احنا نقدر نعبر في هذا المجال اللي اطر بنحلم بيها جميعا، الاكتفاء الذاتي، نمو اقتصادي كبير، مكانه زراعيه هايله جدا، انتاج ملوش اخر، تصنيع ايضا كمان قائم على المنتجات الزراعيه وهو التصنيع الزراعي، حاجات كثيره قوي احنا بنحلم بيها، ولكن نقدر نعمل ده ازاي؟ من خلال بقى منظومات علمية، كيانات علمية زي كليات الزراعة المختلفة وما بتقدمه هذه الكليات من مجال بحثي ومجال علمي وأطر أيضا كمان خدمية للمجتمع، أطر مفيدة أيضا كمان للشأن الزراعي على أرض الواقع فعليا. كل دي أمور هنتكلم فيها مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا في استوديو الحصاد النهاردة، الأستاذ الدكتور محمد حمام عبدين عميد كلية الزراعة جامعة أسيوط. برحب بحضرتك يا فندم. برحب بحضرتك يا فندم وشرفنا بحضرتك. اسمحي لي بداية يعني نقرأ الفاتحة على أرواح اللي كل يوم بيضحوا بدمهم ويتحرموا من أولادهم. طبعا البداية يعني حضرتك لك في الحرية تماما، تمام، فطبعا يعني اللي بيضحوا بدمهم ويتحرموا من أهلهم وأهلهم يتحرموا منهم عشان خاطر إن احنا نخلي مصر ذات كيان قوي في المنطقة. فنقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء، نبدأ مع حضرتك بقى زي ما تحب يعني. طب يا فندم اتفضل حضرتك. آمين، تفضل حضرتك. تاني حاجة بقى طبعا نشكر حضرتك طبعا والأستاذ الزملاء في القناة اللي أنا بعتبرها يعني من أفضل القنوات، إنها تهتم بالشأن الزراعي، يعني أعتبر قناة متخصصة. وإحنا النهاردة بقى مصر عايزين زراعية بقى كفاية. في القناة دي بصراحة لابد يعني إن شاء الله يعني أعتقد كل المصريين بإذن الله هيكون لهم دور في ان القناه تبقى اكبر واكثر واكثر كمان يعني. نعم طبعا حضرتك عارف ان طموحاتنا كمصريين في مجال الزراعه طموحات الحقيقه احنا يعني ورثناها ابا عن جد، مهما اشتغلنا في مهن مختلفه، تمام، مهما سبنا اصولنا الريفيه وابحارنا للحضر، لكن تظل لدينا حاجه دفينه كده ان احنا زراعيين بالاصل، احنا فلاحين. فبالتالي هذا المجال حضرتك شايفه ازاي واحنا في 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 هذا التقدم التكنولوجي، يعني هذا هذه الحياه اللي احنا بنعيشها دلوقتي اللي بقت مختلفه طبعا عن زمان، طبعا منظومه الزراعه يعني حضرتك شايفها ازاي؟ هو حضرتك احنا طبعا اتربينا على كلمه حفظناها احنا صغيرين، مصر بلد زراعي. وقبل كده كانوا يقولوا يعني سله الغذاء. لو رجعنا للقران سيدنا يوسف قال على ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه قال جعلني على خزائن الارض، وكان مصر سيدنا يوسف كان في مصر، قال جعلني على خزائن الارض. اذا مصر دي خزائن الارض، مصر اقتصاد عظيم، مصر زراعيه، ارض خصبه، نيل عذب، ميه من كذا منبع وكذا مكان. فده يعني لابد ان احنا نبدا فعلا ناخد بالنا انه احنا زي ما حضرتك قلتي زراعيين، جيناتنا الوراثيه بتقول ان احنا زراعيين، تركيبنا ان احنا زراعيين. فبالتالي لابد نبدا مع بعض نخلي الدوله الكيان الزراعي اللي احنا بنسمع عنه. وما شاء الله يعني النهارده بدايه موفقه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام بالزراعه. انا لاحظت كده لانه كان في حضرت مع سيادته اللي هو زراعه الالاف أفدينا من الصوب، أنا حضرت في العاشر من رمضان 50,000 فدان صوب، واتكلم على زراعة 3 مليون نخلة. نعم. وبعد كده طب ما هو بدأت الانفراجة الأساسية في الاهتمام بالزراعة، ملايين النخيل والصوب دي، طبعا الصوب دي حاجات كبيرة جدا وعظيمة جدا. هنبدأ بقى أهو
يعني ان احنا نحط مصر على الطريق الصحيح. نعم، هي شايف الاراده متجهه جدا للمنح الزراعي جدا، ولكن هذا المجال فيه مشاكل وفيه صعوبات وفيه شويه تعقيدات بقى دكتور. اكيد المشاكل الموجودة حاليا دلوقتي هي ايه لو حضرتك هتفندها حسب الاولويات وحسب درجات تأثيرها على المنظومة الزراعية؟ تمام، واحنا طبعا يعني الشكوى من المية وقلة المية واثيوبيا ومش اثيوبيا، ده كلام انا ارى كراجل زراعي وكنت عضو في البرلمان قبل كده، انه المشكله دي ملهاش يعني القوه اللي بنسمع بيها. يعني عندنا ميه كويسه وعندنا تربه، يعني انا شفتها، انا شفت كتير في مصر، لفيت تقريبا مصر كلها وعارف يعني تربه مصر ماشيه ازاي. عندنا تربه خصبه جدا وعندنا ميه تكفينا كويس لو حافظنا عليها واستخدمناها واستغلناها احسن استغلال. زي كل شيء لو احنا اهدرناه بيضيع. نعم احنا الميه موجوده صدقيني، بس ان احنا طبعا في ناس هتعترض تقول لك طب ما هو ما فيش منوبات في الميه وفين الري ومفيش لا لا. طب ما تيجي نتكلم بقى بتودوها فين؟ تلاقي يعني كم من الميه المهدر بلا فائده كتير. فده حضرتك جزئيه. عندنا شباب واعد، شباب مصري جميل جدا جميل، عندنا خريجين زراعه. يعني انا ارى انه الاصلاح الزراعي يبدا نقطه ميه، شبر ارض، خريج زراعه. لو احنا الثلاثه دول اتفقوا مع بعض تبقى مصر زراعيه. عندنا مشاكل كتيره ولكنها قليله متبعتره. ليه بقى؟ مشكله الميه ما هيش مشكله صدقيني، انا بتكلم بصدق اساسا، انا زراعي فبتكلم براحتي. يعني هي مشكله ميه انا شايف انها مش مشكله، لانه احنا بنستهلك ميه بلا تقنين. عندنا زراعات ما استخدمش ميه كتير. يعني مثلا احنا دلوقتي بنفكر، يمكن احد الزملاء كان بيتكلم على البنجر السكر التقليل من كمية القصب عشان لصالح بنجر السكر. طبعا الناس مش قابلة كده يعني، انما البنجر قليل في استخدامه للمي. يعني لو استخدمنا ده قللنا من القصب السكر وكترنا، انما طبعا الناس هتعترض على كده لان القصب السكر طبعا محصول رئيسي في السكر وانتاجيته اعلى للسكر. اكيد طبعا، بس مشكلته يستهلك ميه كتير طبعا. حضرتك شايف ان المشاكل اللي احنا بنشاور عليها هي مش مشكله في حد ذاتها، ولكن اداره المشكله هي اداره المشكله. الله ينور. يعني اداره المياه هي كل شيء. نعم هي فعلا كده. انا بتكلم بحضرتك يعني ودرس كويس. انا اخذت دكتوراه من المانيا في العلوم الزراعيه، وكنت شايف الالمان في الزراعه اقل مننا بكتير قوي. بس احنا عمالقه الزراعه، احنا عمالقه. نعم. اينما نكون. انما اداره الموضوع ده هو اللي مخلي عندنا مشاكل، بس بالرغم انها مش مشاكل. يعني مشكله اسمده، يعني النهارده احيانا بيقول لك مشكله السماد والسماد غلي. طب لو استخدمت السماد استخدام مقنن ما يبقاش في مشكله. عندنا المزارع بيستخدم السماد بطريقه خاطئه جدا، خاطئه من كله، وبالتالي بيجور على الصحه بعد كده. نبدا السماد الكيماوي، يبدا النبات يضعف، يبدا نستخدمه مبيد عشان يقاوم الحشره او الفطر، نبدا بقى نقل المبيد مع الثمره. وهو ده بقى دي نقاط خطيره جدا يعني. فالاصلاح الزراعي في الفتره دي مهم مهم مهم. اذا احنا دلوقتي في حاجه الى اصلاح منظومه الزراعه واعاده مفاهيم يمكن تشوهت شويه، مفاهيم زراعيه كنا نعرفها زمان اصبحت مشوهه دلوقتي بطريقه او باخرى، برضو ده بيصب في منظومه الزراعه. هل كليات الزراعه دكتور محمد شايف انها تستطيع التصدي لاعاده هذه المفاهيم مره اخرى، او لترسيخ مفاهيم ممكن تكون ذات جدوى اكتر من المتبعه دلوقتي؟ تمام، برضه نرجع نقول الإدارة. نعم. الإدارة. نعم. كل نقطة حضرتك هنقول الإدارة. إدارة الشيء. إدارة الشيء. كلية الزراعة من طول عمرها يعني منشأ للعلم الزراعي، سواء لأن كلية الزراعة مش بس طلاب وخدمات طلابية أو لا، ده خدمة مجتمع بالكامل وأبحاث علمية على أعلى مستوى، ومعظمنا بيخرج بره بيجيب ابحاث وبيعمل نقاط بحثيه عاليه جدا. محتاجه اداره.
في عندنا كم من الابحاث الزراعيه العاليه جدا، محتاج اداره عشان تخرج للنور، تخرج تتحرك، لازم تتحرك الابحاث دي عشان نبدا نستفيد منها. مش ضروري انا اروح اطلع بره اخد اصرف على الدوله مليون جنيه عشان اخد الدكتوراه من هناك واجي احط البحث العلمي في مكتبه. طب لا، ازاي ده احنا بنصرف مليارات على البحث العلمي بس فين تنفيذه؟ ضعيف جدا. لازم ندير البحث العلمي اداره سليمه وصحيحه، وبالذات البحث العلمي الزراعي. حضرتك لو حسبناه زراعه تعني تجاره تعني اقتصاد تعني صح كويس، ما هو ده كل يعني انا ارى انه كليه الزراعه دي من يعني انا بعتبرها اول كليه لازم نهتم بيها. الكليه مثلا عندنا احنا في جامعه اسيوط كليه الزراعه عندنا يعني قياده جامعيه بصراحه، تكون الاستاذ دكتور طارق الجمال رئيس الجامعه، يعني بيدي استاذ طب ويعني انما بيدي كليه الزراعه اهتمام على اعلى مستوى. يعني اي ما عندناش مشكله، بدا معايا انا عميد من فتره قريبه يعني دكتور طارق طبعا رئيس جامعه من فتره برضه قبلي شويه، انما بصراحه ما يبخلش على كليه الزراعه باي شيء، الثروه الحيوانيه، الثروه النباتيه، الثروه الداجنه، الثروه السمكيه، بدانا نتحرك اتجاه صحيح. لانه احنا فعلا لقينا القياده السياسيه برضه بنفس المنهج ماشيه، واضح انه فيه اهتمام بالزراعه، انا شايف كده كويس جدا، واضح انه فيه اهتمام بالزراعه. فالدكتور طارق جمال يعني بصراحه متفوق. رغم انه طبيب انما انا يعني بقول لحضرتك انت زراعي. كمان عندنا تعاون مع السيد المحافظ محافظ اسيوط اللي هو هشام جمال نور الدين، برضه انا بقول له انت زراعي كمان. يعني واضح يعني السيد اللي هو محافظ كمان بيتجه لزراعي، بدا النهارده في المحافظه عندنا عنده هو تقريبا 2250 فدان كانت ناشفه وجافه وفيها ميه، فيها ميه وفيها شجر ميت وناشف. بدا المحافظ راجل يعني رغم راجل بوليسي انما بدا يشتغل في الزراعه، بدا الاستاذ طب بيشتغل في الزراعه، الاستاذ البوليسي بيشتغل في الزراعه، كلنا لانه هي دي الملاذ الوحيد لنا. الكليات دلوقتي بدات في الجامعات كلها. ليه بقى؟ لما الرئيس بيفتتح اي مشروع زراعي بيبعت ياخدوا العمداء الكليات الزراعه على مستوى الجمهوريه. دي نقله. نقله ما كانش ابدا حد يفكر يقول لي عميد كليه تعالى احضر اجتماع الرئيس، كان يدوب البرتيتا اللي كانت والمجموعه بتاعت كده بيجوا السياسيين مجاميع دول وبس قفلنا زراعه، فاهمين في كل حاجه هم، فاهمين الزراعه وما فاهمين كل حاجه هم مش فاهمين حاجه. هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبح الوقت انا شايف انه بيختار الشخصيات اللي هي مناسبه للزمن للفتره. واضح تماما البصمه واللمسه اللي موجوده في كليه الزراعه. النهارده كليه الزراعه عندنا في اسيوط اتغيرت من خلال فتره قريبه جدا، اصبحت يعني ما شاء الله. لو حضرتك طبعا شرفتونا بالقناه هتشوف الفرق في ده كله. طبعا مش هنقول توجيهات انما اقول رؤيه. انا شايف، انا مش عايز رئيس الجمهوريه يقول لي اعمل، انا شايفه بيهتم بايه. فده الكليات لها دور عظيم جدا في النهضه الزراعيه ان شاء الله. نعم. كلية الزراعة يا فندم المفروض انها ليها دور علمي وبحثي تمام وخدمي ايضا كمان تمام. الدور الخدمي اللي بتقدمه كلية الزراعة لو هنقول مثلا عن جامعة اسيوط تمام والدور بقى التفاعلي ممكن تقول لنا فيه ايه بقى دكتور محمد؟ الدور الخدمي يمكن انا قلت جزء منه، يعني عملنا مثلا بروتوكول مع محافظ الاقليم الدكتور طارق جمال رئيس الجامعه، عمل مع السيد اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط بروتوكول تعاون، ده شيء جميل جدا. نعم. هنا دخلنا بقى في الاطار التعاوني. ماشي. انا وبذلك بنعمل اجتماعات في المحافظه، بروح مثلا وزمايل الاساتذه بنعمل اجتماعات في المحافظه، مديريه الزراعه يعني بالتعاون معاها المهندس مثلا ابراهيم السوري مدير وكيل الوزاره، وزير الزراعه كان عندنا الاسبوع اللي فات في الاسبوع ده في اسيوط. نعم. سيادة اللواء دكتور عز الدين بسيط طبعا الزميل العزيز يعني شاف القمح وشاف الفول وشاف الحاجات الجميله جدا الموجوده والثروه الحيوانيه ما شاء الله. في يعني واضح كبير كتير جدا انه في اهتمام كتير. دور الكليه في المجتمع المدني واضح جدا. النهارده عندنا يعني ناس افاضل في كليه الزراعه جامعه اسيوط وبيهتموا فعلا بشؤون البيئه الخارجيه والتفاعل. يعني عندي مثلا استاذنا الدكتور فاروق عبد القوي ده يعني راجل يعني مع بعض باستمرار بنودي شجر، في شجر بيزرع، بنروح للمجتمع المدني نزرع الشوارع. حضرتك بنروح انا بنقف انا والدكتور فاروق والمجموعه كده نزرع الشوارع اشجار مثمره، مش اشجار مانجو وليمون وجوافه.
نزرع شوارع، ما ده كان في اوروبا موجود، الشوارع موجود فيها الحاجات دي حضرتك. فبدانا في اسيوط هذا الوقت كل يعني استبدال اشجار الزينه باشجار مثمره. بالظبط كده. نعم. بالظبط. فبدانا حضرتك النهارده نتفاعل تماما مع المجتمع الخارجي من خلال الزيارات اللي بنعملها. بنستقبل وفود. عملنا مثلا لسه كنت عاملين في كليه الزراعه مؤتمر علمي بحثي، وبجانب البحثي كان انتاجي. على هامش المؤتمر كان استعراض لمنتجات الكليه. حاجه مبهره. حضر السيد المحافظ، السيد اللواء المحافظ، والسيد نائب رئيس الجامعه كان دكتور طارق مسافر، دكتور احمد بن شاوي، دكتوره يعني نائب رئيس الجامعه شؤون البيئه برضه، وشرفونا وناس كتير جدا حضرت. شافوا المنظر مبهر جميل جدا، يعني الكل شاف منظر جميل جدا، منتجات الكليه والنقله والغنم والعجول والاسماك والنحل والعسل والزبادي والايس كريم والرز بلبن والحاجات دي كلها، والصناعات الغذائيه ومنتجات الصناعات الغذائيه، وحاجات جميله جدا. النهارده الحركه موجوده، وبدانا نتحرك نحو المجتمع الخارجي، وكان ناس كتير جت من بره الجامعه تتفرج وتشوف. جوه القاعه كان بحث علمي، وبره كان بحث تطبيقي، شغل تطبيقي. كنا شفنا حضرتك القمح، سموت القمح قد ايه طويله، والناس شافتها وناس اثنوا عليها. هو ده اللي احنا عايزين ندور عليه، هو ده اللي خلينا نوصل للمرحله اللي نقول مصر زراعيه. دكتور محمد، حضرتك التخصص بتاع حضرتك هو تخصص خضر، مش كده يا فندم؟ انا استاذ بساتين خضر يعني. تمام. فحضرتك تقدر تقيم هذا المجال الزراعي، وكمان ايضا كمان الصوب الزراعيه عندنا 100,000 صوبه. تمام. انشاها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. بانتاجات ان شاء الله، او بانتاج هيكون مميز جدا. تمام. لو حضرتك اتكلمنا عن هذه الجزئيه، احنا محتاجين نعرف الصوره بشكل اوضح، وحضرتك طبعا متخصص فهتعطينا صوره بملامح فريده يعني. تمام. اتفضل. وطبعا زي ما حضرتك ذكرت الرئيس يعني لما قال 100,000 فدان صوب كان محق، وبدا ينفذ في العاشر من رمضان وفي مطروح وكده كذا مكان. الصوب حضرتك يعني اول هدف ليها احنا بنقلل من استهلاك الميه اللي هو نقول بلا داعي. نعم. الميه المهدره. الصواب بتاخد طبعا عارفين حضرتك كل نبات جنبه فتحه خرطوم صغيره بتديه له نقطه الميه اللي هو عايزها في التوقيت اللي هو عايزه، ومعاها كمان السماد بتاعه بالتقنين اللي احنا قلنا من شويه حضرتك ان احنا بنهدر كميه سماد بلا طائل. لان السماد حضرتك معروف النبات بياخد احتياجاته بس، بقيه السماد بيروح مع ميه الشرب او بيروح الميه الجوفيه بيرجع تاني نشربه احنا، هو اساسا ملوث. او بيتسامى في الجو. النيتروجين بيصعد بيلوث الجو. يعني السماد في ثلاث خصائص: خساره ماديه، خساره جويه هوائيه تلوث جوي، خساره ميه. شوف كمان خساره التربه، اربع خصائص. نعم. التربه عباره عن هياكل يعني قطاعات، كل قطاع ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده، كل قطاع مختص بشيء. فاحنا بنبهدل الطبقه العليا من الاسمده الكيماويه. فهنا الصوبه حضرتك بتقلل الميه، بتقلل استهلاك الاسمده الكيماويه، بتقلل من استخدام المبيدات، لانه النهارده في صوبه محكمه. انا شفت ده ياما طبعا في افتتاح ال 34,000 صوبه في العاشر من رمضان لما كان الرئيس موجود، شفت الصوب حضرتك حاجات رائعه. وفين؟ فين ده حضرتك؟ نعم. في الصحراء. تخيل تشوف الصحراء بالشكل ده، وبقى الجمال الخيار، طماطم، فلفل اصفر، فلفل احمر، فلفل اخضر، الباذنجان، كل الخضروات اللي هي اللي احنا عايزينها موجوده في الصوب. وطبعا وفي غرف للتدريج والتصنيف والنظافه، يعني حاجات ما شاء الله حاجات مبهره. نعم. نعم. مبهره. نعم. فطبعا يعني الخضر يعني لابد كمان ان الخضروات دي نهتم بيها اهتمام شديد جدا، لانه هي طبعا ما فيش غذاء. احنا مع الاسف الشديد صحتنا يعني كمصريين مش بنهتم، ممكن قطاعات كثيره من المجتمع مش بتهتم بالحاجات دي، وده سبب من اسباب الالام الصحيه، انه دي الخضروات دي كلها فيتامينات. المواطن عندنا يا دوب بتلم حته اللحمه الصغيره كده مع حته الفرخه بتاعه بالسلامه كده وشويه طبيخ ولا لا لا. الخضروات دي قبل ده فيتامينات في المناعه، قوه المناعه. يعني حضرتك شايف ان المستقبل ان شاء الله هيكون للصوب الزراعيه، لان انتاجها فريد ومتميز، وايضا كمان يعني
استخدام امثل للميه واستخدام امثل للكيماوي استخدام امثل للمبيدات. فبالتالي انا عندي تكلفه انتاج حضرتك بذره الخيار بتجيب نبات، النبات معروف قبل ما مزرعه هيديني كام كيلو خيار. قبل ما ازرع ثمر الطماطم ان بذره الطماطم شلتت الطماطم عارف هتديني كام كيلو طماطم. دي ميزه كبيره جدا. وطبعا ثمره متربيه بشكل طبعا تقليم ومش تقليم وحاجات كتير وخيط يطلع عليه الكنتالوب كل ده موجود حضرتك في الصوب. احنا يعني مساحه الصوبة لو كانت مثلا نص فدان او كده تغنى عن فدانين ثلاثه من اي ما او اربع فدادين كمان لو في الزراعه العاديه بدل هنا عن بقى الميه واستهلاكها الغير مقنن والاسمده والمبيدات. هل حضرتك ممكن تكون شايف يا فندم ان الارض القديمه بالاستخدامات المفرطه لكل حاجه من ضمنها طبعا الكيماويات ان هذه الارض اصبحت غير معطاءه او اصبح فيها مشكله؟ طب اصلاحها، هل احنا نتوجه دلوقتي لاصلاحها ولا نبحر بقى بعيد خالص ونزرع بقى نستصلح اراضي صحراويه؟ المفروض ان احنا نمشي ازاي دلوقتي؟ هو قضيه الارض القديمه اساسا هي يعني بدات تندثر. عارف حضرتك طبعا يعني التعدي والبنى بالارض الزراعيه اللي هو مشكله ملهاش حل الا بالخروج الى الوادي. والنهارده عشان نخرج الى الوادي بتقابلنا مشكله العادات والتقاليد بقى والارتباطات الاسريه واروح فين انا واجيب منين، بالرغم انه في الوادي الجديد اراضي جميله جدا وناس كتير راحت هناك. بس برضو يعني محتاجه دعم كبير من الدوله. لانه انا مواطن بروح بنفسي واتحرك بنفسي وتواجهني مشاكل كثيره، لو الدعم موجود هتبدا الامور الاراضي تنطق. انما حضرتك الارض القديمه انا بيصعب عليا ان اشوف ارض كانت تطرح ثمار على اعلى مستوى النهارده يعني ضعيفه جدا في طرحها. طب ده من الاستخدام الغير رشيد يا فندم للمستخدمات الزراعه. حضرتك كان زمان حاجه اسمها عندنا الدوره الزراعيه، الدوره الزراعيه كنا نزرع مثلا اقول لك المحصول ده مجهد للتربه، محصول القطن ده مجهد للتربه. طيب مجهد يعني ايه؟ يعني بيستنزف العناصر الغذائيه في التربه. يبقى السنه دي مش هزرع قطن، السنه اللي جايه هزرع برسيم. ده مخصب للتربه، في عقد بكتيريه بتمتص الازوت الجوي وتثبته في جسمها وبتتحلل يبدا النبات ياخده يعيش عليه الازوت بدل ما يسمد نترات كتيره. خلاص بقى تبقى اذا هيموت البرسيم، ناخد المحصول بتاعه وتبدا البكتيريا تفرغ النيتروجين اللي في جسمها ويبدا المحصول اللي جاي هيستفيد منه. قد كده يا دكتور محمد الدوره الزراعيه كانت مفيده للفلاح ومفيده ايضا كمان للارض ذات نفسها جدا. طب احنا ايه المانع ان احنا نرجع تاني لتطبيق الدوره الزراعيه؟ عندنا حضرتك مشكله برضو انا برضو ملهاش حل، التفتيت الزراعي. تفتيت الحيازات. تفتيت الحيازات بالظبط كده. النهارده حضرتك من 30 سنة نقول ثلاث أجيال أو 40 سنة 50 سنة نقول ثلاث أجيال. كان واحد ومراته اثنين خلفوا 10، ال10 بيخلفوا 10 في 10 30 في 30 هم كانوا في بيت ساكنين في بيت 50 متر. الاثنين 50 متر عندهم 30 واحد في كم متر؟ طبعا عايزين كل واحد 200 متر. طب احنا عشان نحل المشكلة دي لأن المشكلة دي أزلية وكبيرة جدا، حلها يبقى من خلال منظومة اجتماعية ولا سياسية ولا ممكن نعمل ايه؟ وحضرتك رجل سياسة ايضا كمان، يعني ممكن تقترح ايه؟ ممكن لو هنتصور لو هنتخيل. انا عملت اقتراح نفكر في المجلس قبل كده من احنا دلوقتي نقول لك نسيب الراجل يبني على الارض زراعية، يبني برجين ثلاثة ابراج وتصدر قرار ازالة بنشيلهم. يعني انا ارى القصه دي والناس كلها عارفاها. يعني من أسوأ قرارات ان انا اسيب الراجل يبني برج 10 11 دور بيكلفه مليار وشويه وبعد ما يبنيه وكده اروح لا قرار ازاله تطلع بقى الحمله وقرار ازاله. احنا بدنا استخفاف يعني ايه؟ كان المفروض طب كانت فين ال 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 القوة دي اثناء ما كان يبني السملات الاولانيه كانت فين؟ وتاني حاجه هتقول لي طب هتهده مش هتهده؟
طب ما احنا داخلين واقعيين وعمليين. انا هسيبنا هقول لك هاخد على كل متر 5000 جنيه او 1000 جنيه، هتبني 100 متر 100000 جنيه، هاخد ال 100000 جنيه دول اروح بيهم على الصحراء. ال 100 متر بتوعك دول هستصلح بيهم 10 افدنه. بالظبط. يعني بتبص لها ك ما كده مالهاش حل بقى، انما هتقول لي ههد له، لان بعد الهدد هل هترجع الارض دي زراعيه تاني؟ على الاطلاق، على الاطلاق مش هترجع تاني خالص. مطلقا. وعمرها ما حصلت انه بعد ما تهد المبنى تزرع اساسا يزرع. اذا كنت انا مشتري يبقى وضعها ايه بقى يا دكتور؟ هو حضرتك انا مشتري ايراد ارض عشان ابني عليه 150 170 متر مشتريه، تمام، واللي جنبي مشتري واحد ثاني، يعني واحد ثاني، واللي جنبي واحد ثالث، كلنا مشترين من ملك واحد. طيب جينا هناخد فلوسنا منه؟ مش هيديهم لنا. طيب هنزرعهم احنا؟ انا هزرع 100 متر مش منطقي، هزرعهم ال 100 متر دول واساسا الارض مش هتزرع ثاني. لابد نقف كده بصراحه، يعني قلبنا على البلد شويه، نشوف ايه دي عايزه مقنن شديد جدا. مش قرارات عنتريه. هدله لا احنا بنتكلم، احنا ما ينفعش كده. طب يعني حضرتك شايف ان عمليه الهدد بتخلي الاطراف كلها خاسره؟ طب بالظبط طبعا، والخساره مش في صالح فادحة. حد فادحة. هو المواطن حضرتك لما يجي يبني يجيب طن الحديد بكذا الف واسمنت ويبني دور او اثنين او 10 وجيت تهدله، الفلوس بتاعت المواطن ده جايه منين؟ هي اموال عامه. هو لازم المال العام يكون من الخزنه؟ نعم. اللي في جيبي مال عام. مش انا حضرتك انا بشتري بيه اسمنت وبجيب مال عام. لما انا اكون فقير كمواطن ما هضطر اسرق. يبقى انا سرقت المال العام، يبقى هي هنلف ورا بعض. ليه؟ طب ما خلينا بقى واقعيين وعمليين. نعم. يبقى لما اجي اقول لواحد انا هغرمك لو بنيت المتر ب 1000 جنيه. سدينا هيدفعها. وناخدها لصالح استصلاح اراضي، اعمل صوب حتى ده في حال ان هو بنى فعلا. حضرتك هيبني. هو هيبني حضرتك. هو كده هيبني. هيبني. لو علقت له مشنقه. طب لو احنا مش عايزينه يبني من الاول يبقى عينينا مفتحه. وفر له سكن. نوفر له سكن. بس. او تمام. نسمح بالبنى راسي. يعني البيوت القديمه نديها تصريحات. عندنا بيوت قديمه كتير قوي في الريف بالذات يقدر يعلي. بدل عارف حضرتك البيت القديم ده يطلع له 50 وريث. لو حبيت تبني بيت قديم تلاقي 50 وريث، يعني كل واحد ياخد له شبر فيه، يروحوا واقفين قصاد بعض كده. ده عندنا قضيه ثانيه سخيفه جدا. مشكله معقده. عندنا حضرتك قضيه سخيفه جدا. نعم. تلاقي مثلا ممكن خناقه بين اولاد عم وقرايب على 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 10 فدادين 20 فدان. اتخانقوا بعض، وقف بقى ما حدش يزرع، لا انت تزرع ولا انا ازرع، تبور. 10 سنين 15 سنه. ده بتكلم واقع. ده حقيقه. انا بتكلم واقع. انا انا من جهينا حضرتك، يعني في قرى جهينا كده موجود، وانا مش عايز اسمي بلاد يعني واسمي عائلات، يعني لا مثلا في عيله مثلا 20 17 فدان بالتحديد. نعم. قعدوا 15 قعدوا كام سنه قصاد بعضهم، قلت لهم هروح للمحافظ هاخد يعملها نزع ملكيه، نزع ملكيه تعملوها. المشاريع القوميه كتير قوي يا دكتور محمد. كتير. مشاريع في كل الميادين، وطبعا المشاريع الزراعيه زي حضرتك ما قلت واضح ان هناك اتجاه وهناك اقبال على الملف الزراعي بشكل كبير جدا. طب المشاريع القوميه اسيوط واخده منها ايه؟ يعني نصيب اسيوط من هذه المشاريع ايه؟ المشاريع القوميه يعني عشان نكون منصفين لسه الصعيد ما خدش الوضع اللي احنا بنرجوه من المشاريع القوميه. نعم. يمكن بدات يعني مثلا في اسيوط مثلا مشروع المساكن، في حاجه اسمها الهضبه في اسيوط، حته اسمها درونكا. الهضبه ده مشروع قومي هيتعمل فيه مساكن على اعلى مستوى، وهيتعمل له كوبري، يعني مليارات هتصرف برضه. جزء يعتبر حاجه كويسه كمان. يعني في سواج عندنا برضه، بس فينا برضه لسه شويه. هي جهينا في سوهاج. جهينا حضرتك سوهاج. في سوهاج. طب نصيبها بقى من برضه قليل. احنا ناس طيبين. احنا عايزين الستر بس. لا والله هو حضرتك يعني احنا عندنا جوز يتيح حلو قوي في بلادنا، وعندنا ناس روحها طيبه جدا، وناس بتحب البلد. احنا كل يوم بنقدم شهيد للبلد. كل يوم بلادنا بتقدم شهداء في سيناء وغيرها.
وده يعني انا بفتخر ان احنا من هذه البلاد بتقدم شهداء للوطن. يعني لما تشوف حضرتك جنازه شهيد تحس انه اهله فرحانين، يعني طبعا مع الالم الشديد اهله فرحانين. لسه كان عندنا شهيد من او فخورين من قريتنا الله يرحمه الشهيد طه ابراهيم خضيري. انا حضرت الجنازه، انا ماسك والدته عشان عايزه تشوف بس الصندوق، يعني كنت اتفضلي فتحنا. كان الناس طبعا رجال القوات المسلحه، الناس المحترمين جدا. فبقول له، كان احد الزملاء المقدم مصطفى، فبقول له دي امه عايزه تشوف الصندوق. يعني تخيل، كان فرحان قد وهي كانت فرحانه، مش هقول فرحانه لا بس إله اقول لك إلا الله. يعني حاجه مهما كان جدا. هي ده انا بتكلم مطمنة على عليه بقى وصف خلاص. حد انا شفته، يعني او انا غير طبعا خلاف كتير من القرى. فالمشاريع القوميه حضرتك بتقلل من الاعمال الاجراميه، انا رايي الشخصي كده. طبعا تقلل. طبعا طبعا. لو سيناء دي بدانا نشتغلها زراعه لو من زمان، لو تمام، من زمان ما كناش عمرناها نشوف ده، حقيقي. ما كناش نشوف ده. صحيح. يمكن برضو الفتره اللي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ده، طبعا هي طبعا استلمها الرئيس مبارك، يعني كانت عباره عن كتله حرب. يعني دلوقتي حان وقت التطهير، وطبعا رجال القوات المسلحه امين بالواجب، نعم. ورجال البوليس المصري الشرطه المصريه ربنا يحافظ عليهم، عشان بقى ما نزيدش على حد، ربنا يحافظ عليهم، ودول هم حماه الوطن، هم نعم حماه صحيح. الوطن، هم حماه البلد. نعم. خلينا بقى اتكلم بدون مجامله ولا يعني مزايده. القوات المسلحه والشرطه حماه البلد. نتمنى ان احنا نشوف سيناء خضراء، يا رب طبعا، يا ما ريت. تبقاش حمراء، كفايه حمرار، كفايه تبقى حمراء. صحيح. يعني الاحمرار ده مؤلم جدا. لا كفايه، لا لازم يكون في حل. اعتقد انه القياده السياسيه بدأت توضع حلول، بس طبعا خدت لازم تاخد وقت، عشان ما نقولش مثلا ايه، طب ما كلهم يستشهد حد واحد واثنين ثلاثه، معلش ما تاخد وقت برضه. طب الحرب العالميه مات فيها كم مليون، الحرب المانيا في الحرب العالميه اتدمرت مات فيها كم مليون. احنا ماشي، احنا عندنا عدد شهداء بس ما يوصلش للمليون، واحنا بنطهر بنطهر. يعني سيناء دي نص ربع الدوله، بنطهر ربع الدوله. نعم. طب لو هنرجع بقى عشان تاني، صريح شوية كده. لا يا فندم خالص، احنا هنرجع تاني لكلية الزراعة تمام. وما تقدمه هذه الكلية من أبحاث ومن معلومات ومن حاجات في الشأن الزراعي تظل هي بعيدة عن الفلاح. امتى أو نعمل دمج ازاي ما بين الفلاح وما بين هذا الإنتاج العلمي والبحثي، نعمله ازاي يا دكتور؟ انا من خلال الفتره اللي انا مسكت فيها العماده دي، انا تقريبا شهر 11 انا اخذت قرار رئيس الجمهوريه بالتعيين. يعني نعم. انا متعين حاليا بقرار رئيس الجمهوريه مباشره. يعني فالرئيس ادانا قرار جمهوري في اول شهر 11 2018 او 28/10 يعني. فكنت سعيد بهذا التكليف، انا زراعي يعني طبعا، انا ابن عمده يعني في البلد. يعني والدي رحمه الله على العمده في القريه، طبعا العموديه عندنا متوارثه من سنوات طويله قوي، 500 سنه تقريبا يعني. من وعاش عليها بقى الجدود الكبار يعني. واخر عمده كان اخويا الله يرحمه برضه، لواء بوليس، كان مدير امن ومساعد وزير الداخليه، وكان ماسك العموديه برضه، بنحافظ على امن البلد يعني مش اكتر. فحضرتك بدانا ننفتح على المجتمع. فبدات بقى مثلا شركه اسمنت في اسيوط عندنا، قالت عايزين حد من كليه الزراعه، المزارع عندنا كثيره وعايزين حد. بعت راحوا الزملاء من قسم الانتاج الحيواني والمحاصيل الزراعيه والخضر والفاكهه، راحوا شافوا. هنا بقى الانفتاح الجميل. شركه اسمنت عندها حوالي 1000 فدان فاضيه و2000 فدان. الزملاء راحوا شركه المحافظه زي ما قلت حضرتك من شويه، المحافظ بيتعاون معانا تعاون مكثف جدا، نبعت له اساتذه زميلنا ونعمل اجتماعات ونبدا ننفتح على ارض المحافظه وهكذا. لسه الفلاح يعني انا برضه مع حضرتك، لسه الفلاح لم يحدد اضطراب، لان الفلاح اساسا ما عندوش القوه اللي متعاصمه مع بعض، يعني كل واحد زارع ارضه براحته. فلسه، انما احنا يعني انا من الفتره دي الحمد لله يعني عملت انفتاح كويس جدا على المزارع الخارجيه وجمعيه رجال الاعمال.
كمان عندنا في اسيوط منسح مسلمان، وراحت ناس من زمايلنا مكانها الاف الافدنه، بص الاف الافدنه صدقيني الاف الافدنه، وروح ناس من كليه الزراعه بعتوا لنا وعملوا بروتوكول برضه تعاون. يعني شوف حضرتك كم بروتوكول انا اتكلمت فيهم دلوقتي، اكتر من اربع خمس بروتوكولات بين كليه الزراعه وبين الجهات اللي عايزه تعمر الارض وتعمر الصحراء. الحاجات البحثيه جميله جدا برضو عندنا في الكليه بامانه، برضو عندنا باحثين على اعلى مستوى وجمال جدا في كليه الزراعه جامعه اسيوط، طبعا لنا يعني متشرف بان اكون عميدها. عندنا مجموعه، وعندنا كان قلت لحضرتك ابحاث علميه في المؤتمر ال 25 مارس، عندنا ابحاث علميه كانت جميله جدا، يعني استغلال لكل طاقات شبابنا واستغلال لكل الفكر، وبدانا نتجه لتكنولوجيا عاليه جدا واستخدام حاجات. يعني يمكن اذكر زميله من الزملاء كده، يعني جميل جدا، عملت بحث جميل جدا عجبني، يعني دكتوره رغده تغيان، انا بحب اقول اسماء يعني عشان برضه ياخد حقه، يعني دكتوره رغده عاده تغيان، فدي قسم التغيان، فبقول بتاخد الحشره ان احنا حضرتك بتاخد حبوب اللقاح، حب اللقاح بتاكلها وبتغذى عليها وبتطلع بعد كده العسل من رحيق الزهور يعني. فقالت انا طالما دي مغذيه ما نعملها اعلاف للمواشي يعني وكده، نصنع زيها. فبحث علمي زي كده، حاجه جميله كده، يعني حاجه يعني ناخد فكره النحله انها تاخد حبوب اللقاح وتعملها غذاء ليها، ناخد الفكره ان نعملها اعلاف للمواشي. شوف قد ايه طبعا التكنولوجيا، ايه فكره طبعا مبتكره، افكار عندنا افكار جميله جدا في كافه المجالات الزراعية. نعم. دكتور محمد، آخر حاجة، إحنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي، نحقق هذا الحلم من المحاصيل الزراعية، من الخضر، من الإنتاج بتاعنا، علشان يبقى عندنا غذائنا داخل وطننا، ما ندورش عليه بره. ده هدف بعيد، صعب علينا، مجهودات كليات الزراعة والباحثين الزراعيين بما فيها من إنتاج زراعي وإنتاج حيواني، هذا الهدف صعب. وثروة سمكية. وثروة سمكية طبعا، ما هو تحت البند الحيواني. بالظبط. هذا الأمر صعب يا دكتور محمد. خالص مش مستحيل. احنا حررنا سينا. ازاي صعب؟ الناس كانت تموت عشان تحرر، واحنا مش قادرين نقف في الشمس شوية. ازاي يعني، ايه الصعوبة اللي فيه؟ نقدر نعمل تفاوزات. هو عندنا احنا يعني مش هقول برضه، انا ما بحبش كلمه مشكله. نعم. عندنا عقبه صغيره خالص، ان الزياده السكاني، الزياده السكاني بشكل مطرد. يعني الزياده السكانيه بلا يعني ترتيب. النهارده 100 مليون وحاجه يعني في فتره زمنيه قصيره، بلا ترتيب زي ما اتفقنا. هتقول الصين مليار و400 وشويه، بس مرتبين. نعم. احنا مش مرتبين، احنا عشوائيين، معيش حياتنا عشوائيه شويه. اكتفاء ذاتي ممكن يتحقق. عندنا مشكله برضو عقبه صغيره، عندنا في حاجه اسمها برضو معلش هنخش فيها شويه، معاملات ما بعد الحصاد. تعرف حضرتك ان احنا معاملتنا للمحاصيل بعد حصادها بنفقد تقريبا من 25 ل 30% من المحصول. اخطاء معاملات ما بعد حصاد المحصول، منها حاجة تخزين، منها نقل، منها بالظبط. نعم. من اول ما نحصد الثمار لغايه ما نديها للمستهلك، تخزين زي ما حضرتك قلت ونقل وبتاع، واصبحت بقى عمليه النقل اصبح سيئه جدا جدا. النهارده السولار غلي، العربيه بدل ما تاخد نقلتين ورا بعضهم تاخدهم كله في نقله واحده، تلاقي ثمار الطماطم في قفاصه، في قفاصه جريد يعني بتتخرم من قفص الجريد، تلفة الميكروب والبكتيريا. واحد تحول بقى، والعربيه كانت تحول ل 10 قفاصه، تحول 20 عشان البنزين غالي، الزيت غالي، السولار غالي. فبالتالي تبدا بقى الطماطم تيجي على بعضها، الموز بيجي على بعضه، الخيار، التفاح. الهالك او الفاقد في معاملات بعد الحصاد، حضرتك تلت المحصول، دي كارثه. ده رقم كبير جدا. حضرتك انا فاكر في 2009 في مؤتمر بحوث زراعيه، قال لك عندنا 11 مليار جنيه فاقد قمح وطماطم وبعض المحاصيل. يا خبر ابيض، حد يقول كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ده هل يعني هذا الرقم الفظيع؟ 11 مليار حضرتك، ده 2009. النهارده بقى جشع التاجر او كده، والمزارع غصب عنه عليه التزامات، ويدوب المحصول اللي بغطي بعض التزاماته، كلها على بعضها كده عايزه تفكير وتخطيط واستراتيجيه عمل لمده 5 سنين. ازاي نستغل الفدان، الارض الخصبه، والتقوي بتاعت المحصول، وشويه المياه اللي معانا، وطاقه الشباب. انا نفسي بقى انه واداره كل ده،
بكالوريوس زراعي يتخرج النهارده يلاقي مزرعه مستنياه، زي مع احترام الشديد طبعا الطبيب، كل الناس بتتهافت على الطب ليه؟ لانه فيه مستشفى مستنياه وعياده مستنياه. انما خريج زراعه ده لو احسن ادارته هتلاقي مصر اكتفت ذاتيا. نعم. والله ما صعبه، قسما بالله العظيم انا عايشه الحلم بتاخدني ان انا يعني بحب الارض جدا جدا، بحب الزراعه والارض، متربي في غيط في ارض زراعيه، يعني نفسنا يعني مثلا يعني حضرتك لسه الدكتور طارق جمال رئيس الجامعه يعني ما شاء الله، يعني حتى الدكتوره مها غانم برضه نائب رئيس الجامعه شؤون الطلاب شؤون البيئه، والدكتور شحاته غريب استاذ شؤون الطلاب، كلنا منظومه جميله جدا، الساده العمداء الكليات عندنا في الجامعه كلنا ما شاء الله عايزين بزراعه بالتحديد. تخيل حضرتك كل العمداء عايزين زراعه تبقى كويسه، كل عمداء الكليات بنحضر اجتماعات مجلس الجامعه الاقي كل العمداء يمكن عشان بناكل رز بلبن مع بعض انما كل الناس مهتمه بالزراعه باذن الله. حضرتك قلت يعني اطار زمني هو مش كبير ابدا، 5 سنين دي مش حاجه كبيره، لا مش حاجة. في عمر انتاج في عمر انتاج في عمر تحسين وضع اقتصادي مش حاجه كبيره، واعتقد برضو ان الرقم ده ممكن في منتصف هذا الاطار الزمني نقدر نحقق كل ده. أكيد. لان حضرتك قلت ارقام والله. حقيقه بتضيع في حاجه جدا، ازاي تحكم في المحصول بعد ما احصده؟ يعني حاجه بسيطه جدا الحقيقه دكتور، يعني حرتك. يعني في ايدينا في ايدينا في ايدينا تلت المحصول بيضيع في ايدينا ما نضيعوش. ده على فكره بيعمل اتفاق ذاتي، لو بصينا له مش هزرع تاني، هم دول لو خدت دول وتتبعت خطوات الحصاد لغايه التخزين وزي ما حضرتك قلتي والتداول والمستهلك هوفر 25% من المحصول. طبعا حاجه هايله. طب انا عايز تاني. تمام. عايز تاني. استاذ دكتور محمد حمام عبدين عميد الدقيشي بقى عشان العيله ما تزعلش. ايه؟ الدقيشي. الدقيشي تمام، مش مكتوبه عندي بس طبعا يعني استاذ دكتور محمد حمام عبدين الدقيشي عميد كليه الزراعه جامعه اسيوط ابن الصعيد البار، شكرا يا فندم لحضرتك، وان شاء الله كل الاحلام اللي حضرتك بتحلمها هي احلام متشاركه معانا كلنا كمواطنين نلمسها يعني جميعا في وقت قريب جدا باذن الله. انا بشكر حضرتك والله والاستاذ الزوم للأمو بالبرنامج، ونتمنى بقى نخرج من الاستوديو نروح للجامعة، جامعة أسيوط. أسيوط. حاضر. هتشوف الجمال. مش دلوقتي، دنيا بالليل. لا لا بالنهار. هتشوف حضرتك جمال فعلا وتغييرات واضحة في الجامعة ملموسة كمان. نبعت كاميرا البرنامج إن شاء الله. يا ريت. شوف المزارع حضرتك عندنا مزارع ثروة حيوانية وأسماك ودجن. ليه ما نروح حضرتك، الزراعة هي عصب الحياة. صحيح. شرفتنا يا دكتور ونورتنا. والله شرفت حضرتك النهارده. الله يخليك. تحت الفرصه اللي كده يعني انا خارج شويه من اللي جوايا. شكرا. حبه صغيره. امتعتنا يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام انتظرونا ان شاء الله بعد هذا الفاصل القصير، هنتكلم عن المحطه الاخيره للزيارات الخارجيه للرئيس عبد الفتاح السيسي السنغال. ما سوف يحصده الرئيس من خلال هذه الزيارات والملف المتخم التي سوف يفتح إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفصل القصير.